السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام الحلمية بعض العائلات أثرت فيا كثيرا، وخاصة كان أغلبهم تترأسهم امرأة في الغالب أرملة. أول عائلة أثرت فيا كانت عائلة السيد صالح، ودي كانت عائلة أصلها من النوبة. كانت الوالدة رحمة الله عليها طيبة جدا وخلوقة جدا هي أولادها، ودي كان من طباع أهل النوبة. كان بتعلمنا معنى الترحيب والابتسامة والحفاوة، وكان دايما بتطبخ لنا الحاجات اللي احنا عايزينها، خاصة كان بدلعاني كتير جدا لأنها كان بتحب تطبخ لي حاجة اسمها الويكا اللي هي البامية الناشفة اللي كان السودانيين والنوبيين بيحبوا ياكلوها. طبعا دي علمتني ازاي ان انا احب اهل الجنوب واحب الكرم والخير اللي هم كانوا بيعلمونا من خلال اخلاقهم الحميدة. العائلة التانية اللي تعلمت منها كثير هي برضه كانت ساكنة في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه، بس كانت في الدور اللي تحت الارضي اللي كان دايما في ايام الفيضانات بيتملي بالمية عشان منسوب مياه النيل. ودي عائلة كان برضك الأم يعني ربة البيت كانت أرملة، وكانت لها أربع أولاد، ثلاث ذكور وبنت. هي كانت بتشتغل غسالة تغسل في البيوت، والبنت الكبيرة كانت بتشتغل ممرضة في المستشفى، والابن الكبير كان بيشتغل مكوجة. لكن الثلاثة أصروا على أنهم يربوا الشابين الصغارين عشان يتعلموا تعليم عالي جدا، والحمد لله كلا الشابين طلعوا دكاترة وتخرجوا من كلية الطب جامعة القاهرة في القصر العيني، وطلعوا أحسن من أولاد المشايخ والمأمور اللي هو صاحب العمارة اللي احنا كنا ساكنين فيها. دي العائلة التانية اللي أثرت فيها، للأم العظيمة دي اللي ضحت بكل شيء عشان تربي أولادها هي وبنتها وابنها الكبير. العائلة التالتة اللي احنا بنتكلم عنها أيضا هي عائلة طنط سعدية، وهي كانت عايشة مع والدتها، كانت من أصل مسيحي أيضا، وكانت ساكنة في العمارة في الدور اللي فوقينا، وكانت تأسلمت طبعا، وكانت بتحب المرح وروحها جميلة جدا ودايما الابتسامة على وشها، وكان بتشتغل يعني حكيمة في مستشفى القصر العيني. وفي يوم من الأيام يعني كان بتعالج أحد المرضى اللي هو كان رئيس مجلس إدارة شركة مرموقة جدا في مصر في نفس الوقت ده، وكان من عيلة كبيرة جدا في الصعيد. فطبعا لحسن خلقها وتعاملها الجيد الكريم اتجوزها وخلف منها حوالي أربعة أطفال، ثلاث ذكور وبنت. وطبعا احنا عارفين عادات الصعيد يعني، لأنها مش من نفس المستوى الاجتماعي بتاع عيلته، فأعتقد حرم الأولاد من الورث، لكن استطاعت انها تربي الأولاد لوحدها كأرملة. واعتقد ان اثنين او ثلاثة من أولادها طلعوا دكاترة وكانوا ساكنين جنبينا كذلك. طبعا يعني هذه تدل على إصرار المرأة على بناء المجتمع، سواء كانت المرأة دي متزوجة وزوجها عايش او أرملة او وحيدة كذلك. دي بالنسبة لعائلة طن سعدية او خالتنا سعدية. العائلة الاخرى ايضا كانت أرملة، كانت من أقاربنا، وكان ليها أيضا طفلين صغيرين لما مات الزوج، وأصرت هي ووالدتها رحمة الله عليهم كل اثنين ده. المعاشات كانت بسيطة جدا جدا في الوقت ده إنها تربي الولدين، وطلعوا الولدين تخرجوا من كليات التجارة ومعهد العالي التجاري وأصبحوا رجالة بسم الله ما شاء الله مرموقين في المجتمع. العائلة اللي بعد كده هو برضك أحد العائلات اللي هي كان فيها الجدة كانت أرملة، والأم كانت برضك أيضا أرملة ومطلقة في نفس الوقت، والبنت الصغيرة اتجوزت واتطلقت وخلفت أربعة أطفال، لكن استطاعت الأم والجدة أنهم يربوا أربعة شباب بسم الله ما شاء الله، كلهم خرجوا من الجامعة. فهنا ما بين خرجوا من الجامعة يعني كلية الزراعة وكلية التجارة الفنية العسكرية إلى آخره إلى آخره، وأصبحوا رجالة مرموقين جدا 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 في المجتمع. العائلة الأخيرة وليست آخر العائلات اللي أثرت فيا كانت في طنطا، وما كانتش لا أرملة ولا مطلقة، كانت اسمها طنط نظيرة. وطنط نظيرة دي كانت بتحب التعليم جدا، وكانت دايما وهي
مع أولادها بتحب إنها تقرأ معهم، فرفضت إنها تكون قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة، فأصرت على إنها تتعلم مع أولادها وخدت الابتدائية، حصل على الابتدائية وحصلت على الإعدادية وحصلت على شهادة الثانوية العامة مع أولادها، علشان كل هذا بيثبت لنا إن المرأة المصرية أو المرأة عموما تستطيع أن تكون قادرة على بناء أسرتها وبناء المجتمع. فدور المرأة بالنسبة لنا في بناء المجتمع هو دور محوري. جزاكم الله خير أنكم شاهدتم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا جرس وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.